وينك؟ ويني؟ هذا السؤال يليق بي تماما. راح تكتب لها ويني؟ وش اخبارك؟ يا مغرب على ديارك. الله يسلم علي بعينك. ان كان دخلك بدينا كل اللي بينك وبينك زعل. مره بسلام. اقول لك وينك؟ ما الك عنوان. يصدق ولا احلف لك؟ جزت بالتامي وصلنا. نعيم البر في وصلك. وانت كريم من اصلك. امشي بشوق. احكي بشوق. واسكت بشوق. تاي مخاير رسمك. الشاعر والملحق الثقافي في سوريا سابقا الأستاذ خالد بن خنين، حياك الله معنا في برنامج وينك. الله يحييكم، أهلا وسهلا، ويسعدني أو يشرفني أن أكون على منبر من منابر روتانا المتألقة، وفي برنامج جميل ورائع روعة القائمين عليه. تسلم، شكرا جزيلا أبو عبد العزيز، وهذه إشادة نفتخر فيها، واسمح لنا نوجه لك أول أسئلتنا اليوم، وينك؟ طبعا هذا يعني الكلمة جدا يعني لها صدى قوي ومؤثر، فأنا مكانا في ظلال الياسمين، طبعا الياسمين الرياض وليست ياسمين صباح فخري، والمكان يتغير دائما في بين وقت وآخر حسب ما يرتاح لها الإنسان يعني. وزمانا طبعا هذا هو الشيء الذي يبقى، وقديما أنا كتبت بيت شعر: هي الدنيا محطات ارتحال بكل محطة نلقي رغابة. الله. فدائما الإنسان يتنقل، والعز في النقل كما يقولون. يا الله. حياتي فيها عدة محطات إذا كنا نريد أن نقسم الوقت والزمن. صحيح. محطات في البدايات، ومحطات في التعليم، ومحطات في ما بعد التعليم في العمل، ومحطات أيضا أخرى متفرقة في الأسفار وفي حتى ينتهي الأجل بالإنسان يعني. الله يطيل في عمرك يا أبو عبد العزيز. وأنت تجربة ثرية، من يعني أحد التجارب السعودية التي نفتخر بها، وإحنا اليوم في برنامج وينك سعيدين بهذا اللقاء. وخلينا نروح معاك للمحطة الأولى، الدلم. الذكرى في الدلم كانت يعني وجودي في الدلم كان فترة يعني ليست بالطويلة. فالدلم هي تبعد عن الرياض 80 كيلو، وكانت الأسرة بأكملها هي موجودة في الدلم نشأتها. وعشت في كنف والدي، وكان والدي رحمه الله يعمل في هيئة النظر بجوار علامة المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان والدي أثيرا وقريبا منه، وبالإضافة إلى عمله هو إمام مسجد حي القصور الذي نحن نسكن فيه، وكان يؤم المصلين، وكنت أنا في الصف الثالث والرابع، فكان يقدمني لأحدث على جماعة كما يقولون، ويضع بين يدي كتاب عقود اللؤلؤ والمرجان، وهذا الكتاب اشتهر في تلك السنين، وكله مليء بالمواعظ والترغيب والترهيب والتخويف. فأجد صداه عندما أرى أنا أقرأ القصيدة بصوت عالي، والآخرون يبكون ويذرفون الدموع، فأعرف أن قراءتي كان لها تأثير، وشجعني ذلك على هذا. والدي رحمه الله كان يحفظ القرآن كاملا، وكان يقيم لنا في رمضان مناسبة نجتمع كلنا شباب الحي ونقرأ القرآن في كل 3 ليالي، نختم القرآن لأن مجموعة كبيرة، ويضع جائزة للأفضل اللي ما عنده أخطاء ولا شيء.
فوالدي كان يعني يرغب في العلم ويرغب في العلم. بالإضافة إلى ذلك هو يعني قريب من الشيخ بن باز، ويقيم له حفلا سنويا يدعى إليه العلماء في ذلك الوقت والمشايخ الذين يأتون مع الشيخ بن باز، وتقرأ فيه قراءات القرآن على الطريقة النجدية. وكان يقرأ الشيخ عبد الرحمن بن جلال وهو رئيس هيئة الأمر بالمعروف في ذلك الوقت، ويقرأ بصوت متهدج ومؤثر، ولا يزال صدى هذه القراءات في ذاكرتي عالقة. تذكرها؟ تذكر وش كان يقرأ؟ نعم، تذكر وش كان يقرأ؟ كان يقرأ عدة في عدة سور يعني. ايه؟ كان كثيرا ما يقرأ سورة شو اسمه قاف. ايه؟ قاف القرآن المجيد، وكانت سورة مؤثرة للغاية يعني. وبعد ذلك يقوم المرافق الشيخ عبد الرحمن الحصين ويقرأ قصائد لعدة شعراء، نونية بن القيم، وقصائد أخرى منها قصيدة اجتنب ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا عمر أفل، وهكذا تمثيل القصيدة على هذا المنوال. وكانت قصيدة رائعة، وهي قصيدة يعني احتوت الألفاظ الفصيحة والمعاني السامية، وهي لصالح بن عبد القدوس، وهو مشهور بجانب لغته وفيلسوف أيضا، ولكنه زهد في آخر حياته وكتب هذه القصيدة المؤثرة الجميلة. جميل. فكانت هذه النشأة ممتدة، فحتى صرت في الصف الخامس وتوفي والدي رحمه الله، وانتقلنا إلى محطة ثانية هي محطة الرياض. والدك توفي مبكرا الله يرحمه. نعم. قبل محطة الرياض الولادة، بس حتى أرجع معك شوي، الولادة عام كم؟ الولادة عام 64 هجري. 64 هجري. نعم. في الدلم الله يحفظك أبو عبد العزيز جاء الملك سعود. نعم. زار الدلم، وأنت كنت أحد الطلبة اللي استقبلوه، أو كنت صار في موقف لك معه في وقت زيارة الملك سعود للدلم. طبعا طلبوا من المدارس أن تخرج في استقبال المخيم الملكي الذي أقيم وعد لهذا الغرض، وكنا ضمن الطلبة يعني اللي خرجوا في هذا التجمع في مع مدير المدرسة. فكان دورنا هو دور الهثاف والتصفيق لجلالة الملك سعود، ثم بدأنا نسمع الحفل وتقام العرضات. وأذكر أن الشاعر هو الشاعر الهذيلي، هو شاعر الدلم من الشعراء المشهورين يعني، وشاعر آخر يمدح الملك سعود ويقول: مر اليمامة فاعتاشت أراملها، وبثت العطاء في أهل نعجانا. وكان الملك الله يرحمه هو يعني آسر وكريم، ويبذل عطاياه على الشعب أن توجه وحيث كان. جميل. فيه قصة طريفة، يمكن أنت شاهدت الأهالي يجهزون البواريد أو البارود. نعم. البندق، وحبيت أنك أنت تجهز بندق خاص فيك، وصار في موقف. صحيح. أي. فإحنا كنا أطفال وقالوا أن في عرضة، والعرضة فيها يعني عرضة بالسلاح واستعراض القوة والترحيب، هذه مظاهر العرضات النجدية. فطبعا كان عندنا بواريد عادية يعني، فدوري أنا أن أشحن البارود في بندقية من البندقيات التي أريد أن أستخدمها أو يستخدمها واحد من أخواني اللي أكبر مني. فكنت يعني أحشوها بالبارود بدل ما وأضربها بالسيخ هذا اللي يضرب البارود،
فبدل ما أضرب البارود في داخل البندقية ضربته فإذا هو في يدي، وقد يعني أحدث جرحا بالغا. وكل هذا لم يهمني، ما همني هو عندما قالوا إذا أنت لن تذهب إلى الحفل يعني، فكان تأثير ذلك علي كبير. بالإضافة إلى ذلك حضرنا الحفل وعولجت اليد الحمد لله وسلمت. في أثناء انصراف الناس انصرفوا بطريقة يعني عشوائية ومتسرعين، فسيارة المدرسة ومدير المدرسة ذهبوا ونحن بقينا أنا وأخي، فصرنا نتلفت يمنة ويسرة إلى أين نذهب. فيبدو أن أحد المواطنين يعني الله يرحمه ويذكره بالخير إن كانوا على قيد الحياة، فعطف علينا قال وين أنتم كيف تمشون ليش؟ كنا والله إحنا كنا مع الطلاب المدرسة وذهبوا وتركونا. فقال لا خلاص، وعطف علينا وحملنا وودانا إلى حيث كنا. يعني في هذه المرحلة أو في هذه السن المبكرة أبو عبد العزيز، أنت لما كنت تخطب في المسجد وأيضا تقرأ بعض قصص سور القرآن الكريم سواء كان في المسجد أو على أسرتك، ما كنت ترى أنه مبكرة بالنسبة لك أن يعني تدخل في يعني خطاب يعني الترهيب من النار وأنت في سن يعني صغيرة لازلت في الابتدائي؟ صحيح، بس أنا الحقيقة عندي كانت عندي ميول للتقليد، فأنا أسمع الشيخ مثلا يخطب خطبة فأقلد صوته، أسمع مثلا الشيخ ابن ماجد في الرياض يأذن وأذن أذان ابن ماجد أقلده يعني، فأسمع الخطب الدينية وأقلد الشيخ. كل هذا يعني حبب لي هذا النوع يعني من التأثر. وصرت مع الأسرة بعد تقرأ عليهم الوالدة الوالد. فأيضا والدتي رحمها الله هي أيضا من بيت دين أيضا، فاشترت لي قصة يوسف اللي هي والدتك وش اسمها؟ والدتي حصة بنت صالح الخنين. اي نعم، أخت الشيخ راشد بن الخنين. اللي وخالك الشيخ راشد نعم. الله يرحمه. فاشترت لي قصة يوسف مكتوبة شعرا، ولكن كتابة هذه القصة مكتوبة بشكل درامي جيد ولغة جيدة. فصرت أقرأ على أهلي في البدايات وصاروا يتأثرون فتأثر كبير. فأيضا انضم إلينا الجيران بدأوا يجون يسمعون قصة يوسف، يعني هم يقرونها في القرآن لكن تأثرهم لما يسمعونها بالشعر كان تأثر قوي عجيب يعني. فصرت أقرأ عليهم هذا الشيء، وهي طويلة القصة طبعا أكثر من 1000 بيت يعني. فلما يكون يوسف مثلا ألقي في الجب بطريقة شعرية، طبعا أقول خلاص يكفي هذا إن شاء الله في الليلة الجاية بنكمل الباقي. يقولون لا خلي يوسف يطلع من الجب وبعدين نروح. تعلقوا بالقصة. تعلقوا بالقصة يعني. طيب في هنا أنتوا في المدرسة كنت شاهد على جمع أنتوا كطلاب وأسر سعودية كانت تجمع التبرعات لبعض الدول العربية. صحيح. احنا ايضا كنا في هالمراحل الاولى من الدراسه، وكان لنا شرف ان نشارك في هذه الذكرى الرائعه، ذكرى استقلال الجزائر وذكرى تبرع الجزائر والقيام مع الجزائر. كانت المملكه العربيه السعوديه هي الدوله العربيه الاولى الرائده في دعم الجزائر ماليا وسياسيا واخلاقيا. فاقيم حفل يعني في جميع مناطق المملكة على مستوى مناطق المملكة، والدعم من ضمن هذه الأشياء. فكان في التجمعات، فتجمع كبير لأهل الدلم على أساس يكون هذا التجمع قصد به التبرع للجزائر ودعمهم ماديا. فاجتمع في المدينة وألقى قاضي المدينة كلمة في المجتمعين، ثم طلب منهم التبرع والبذل والعطاء. فرأيت النساء وهن يرمين المجوهرات، طبعا المجوهرات التي يستطيعنها في ذلك الوقت،
والمزارعين والآخرين يتبرعون بدوابهم، واللي يتبرع بماله واللي يتبرع، فكان يعني وقفة لا تنسى إطلاقا للشعب الجزائري. جميل. أبو عبد العزيز، في هذه المرحلة في هذا السن المبكرة بدأت تكتب الشعر، بس بدأت في الهجاء وأنت صغير يعني، في ويمكن سببت لك مشكلة ثم توقفت بعدين عن ال... أحكي لي عن الموقف إذا سمحت اللي صار. والله الموقف يعني أنا اختلفت مع يعني شخص من الأشخاص، طبعا ليس من المناسب أن أذكر الأشخاص أو أذكر الأسر، لكني تجرأت وكتبت أبيات هي أتتني يعني كذا بدون بدون يعني تخطيط مسبق يعني، فكتبتها ونمقتها ونقحتها مرة واثنين وثلاث، ثم كتبتها في ورقة وأعطيتها هذا الرجل، فأخذها وقرأها. مو يعني هو لم يبلغ سن الرجولة لكنه شاب يعني، فأخذها وقرأها وغضب وذهب بها إلى والده وقال هذا خالد من أسرة الخنين كتب فيها هجاء. فطبعا كان الموقف صعب شوي، ولكن احنا كأسرة واحدة يعني في ذلك الوقت فقبلت رأس من كتبت فيه القصيدة واعتذرت وانتهى الأمر إلى هذا الحد يعني. بعدها صرت تكتب وتحتفظ بما تكتب؟ بعد ذلك صرت يعني حذر في الكتابة، وجتني تعليمات يعني بأني لا أتسرع ولا أكتب ولا شيء، فاحتفظت لنفسي بجميع ما أكتبه شعرا يعني. جميل. راح نكمل معك محطات أخرى، لكن خلينا أستاذ خالد نختم هذا المحور بقصيدة تختارها لنا. نعم، نختم المحطة الأولى، محطة حياتك. الله يحفظك. قصيدة، أي قصيدة تختارها لنا؟ طبعا أنا بأختار قصيدة في الملك سلمان الله يحفظه. آمين. بالمناسبة لأنه طبعا هو قائد هذه الأمة، ومن حقه علينا أن نتحدث عنه وندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله. آمين. القصيدة لن أقرأها لأنها طويلة كلها، لكني سأختصر عشان الوقت. مطلعها: بلد وما أسمى ذراه وأكرم، بترابه رب البرية أقسم، أكرم به بلدا أكرم به وطنا، ولا مثل له في العالمين مؤخرا ومقدما، أوت الطيور الشاردات لدوحه، وعلى ثراه تنزلت لغة السماء، نقل الأمين إلى الأمين رسالة، ضمن الإله لها بألا تهزما. وأتجاوز الأبيات اللي بعدها إلى: من مثل سلمان إذا خطب طغى، كانت عزائمه الشديدة مرهما، إن جارت الأيام سلم هندا، واستل منها حيث واثقا ومصمما، وإذا الدروب بسالكين تشابكت، يختار للحق الطريق الأقوم. ماذا أقول لمن يواصل ليله ونهاره سهرا ليسعد مسلما، ولئن تألم أو شكى طير على غصن بأقصى الأخشبين تألما، يقتص حتى من بنيه إذا أتى شاك يؤم رحابه متظلما، تتوحج الآفاق في آرائه لتضيق للشرق الزمان المظلما، وكذا ولي العهد شاد بحكمة صرح النهوض مجددا ومنظما، تيها فتى عبد العزيز فأنت من
قد مد كفا للجديد ومعصما، برحالهم حط الزمان رحاله بعد النوى، بعد النوى وبنى الرواق وخيما. وأترك بعض الأبيات لأختم القصيدة. حسب السعوديين أنك منهم تعلي بناء أو تروم الأنجما، هذا تراب العز كان محرما إلا عليه وما يزال محرما. من هذه الأرض الطهور تبرجت، من هذه الأرض الطهور تبلجت شمس الهدى والشرك ولا وارتما. وبناؤكم هذا الذي رمتم به على دين الله لن يتهدم، لن يتهدم. الله صح لسانك. الشاعر والملحق الثقافي في سوريا سابقا الأستاذ خالد بن خنين، نكمل حوارنا ومحطات حياتكم. نعم. بعد مرحلة الدلم أبو عبد العزيز انتقلت إلى الرياض. صحيح. ولكن هذا الانتقال كان فيه قصة يمكن شوي يعني كان محزن لوفاة والدك الله يرحمه، وأشرف على تربيتك الخال الشيخ راشد بن خنين الله يرحمه. حدثني عن هذا الانتقال، وين سكنتوا في الرياض، ودور الشيخ راشد بن خنين في حياتك. اي نعم، يعني توفي والدي رحمه الله واحنا كنا في زيارة للخال في الرياض مع الشيخ راشد بن خنين الله يرحمه، في زيارة خاصة شخص خاصة، فجاء نعي وفاة والدي، فقررت الوالدة الله يسكنها الجنة على أن نقيم في الرياض يعني، فأقمنا في الرياض بجوار الشيخ راشد، وكان يعني نعم الخال والجار، فرعانا رعاية كريمة وأشرف علينا إشرافا قريبا وبعيدا. ففي هذا الجو انتقلنا، سجلنا في المعهد العلمي بعد أن أنهينا التعليم في مدرسة جبرة، انتقلنا إلى المعهد العلمي. أنت سكنت في جبرة، في حي جبرة، في حي جبرة هي. في الرياض، حي جبرة جنب دخنة يعني. أي. فبعد ذلك التحقنا بالمعهد العلمي وبدأت حياة المرحلة الثانية. أي. مع الوالدة يعني. وتحملنا يعني المسؤولية ونحن صغارا كما يقولون، وصرنا نحن في بيت مستقل وندعو الناس لزيارتنا ونكرم ضيوفنا ونرعاهم ونذهب للسوق ونحمل أمتعتنا على رؤوسنا وبدون أي مساعدة يعني. فكانت الحياة فيها شيء من الصعوبة طبعا في البدايات، لكن هذه الصعوبة طبعا وجود الشيخ راشد ووجود الأقارب والأصدقاء والإخوة كلهم يزيلون عنا هذا العناء والتعب وما حصل يعني. هذا عام كم الله يحييك؟ هذا عام تقريبا يمكن 76 وشيء هجري. ايه. طيب بدأت مرحلة المعهد العلمي، الدراسة في المعهد العلمي. ايه. وهنا يعني مرحلة ثانية ومجتمع آخر. في الصيف كنت تذهب إلى المكتبة، مكتبة دخنة. ايه. وصار عندك يعني مسارين للإطلاع والتعلم، يعني مسار الرسمي في المعهد العلمي والكتب العامة والمختلفة في شتى المجالات، حتى يمكن بدأت تقرأ في الفلسفة وأنت تدرس في المعهد العلمي. صحيح. الحقيقة الشيخ راشد بن خنين الله يرحمه كان يمتلك مكتبة زاخرة ومكتبة كبيرة وكتب طبعات أولى ومراجع جدا راقية، ونحن نرى هالمكتبة الضخمة ويعني كيف ما نقرأ في هذه الكتب ونستفيد منها ونشوفها ومدري. فوجود مكتبة دخنة يعني فتح المجال لنا للقراءة، كنا نذهب ومجموعة من الزملاء في المعهد
ونذهب إلى هذه المكتبة على الأقدام. على الأقدام تذهبون؟ مشينا على الأقدام. طبعا ما كانت المسافة طويلة، يعني هي من جبرة إلى دخنة ما يمكن كيلو ونص. فصرنا ننطلق، وفي الإجازات الصيفية نذهب على فترتين للقراءة، وفي المكتبة نجد فيها كل ما نشتهيه من الكتب. لكن احنا احيانا نقرا كتب يعني هي فوق مستوانا العلمي، يعني ما نفهمها، لكن مع الكثر. زي ايش؟ ها؟ مثل ايش؟ والله في كتب، في كتاب اسمه دع القلق وابدا الحياه. ما تعودت. ما احنا لن نبقى لقين ولا نجي. نسمع هذا الكتاب وشهرته وان اللي بيجي قلق او عنده قلق يقرا هذا الكتاب وان شاء الله يتسهل اموره. فنقرأه، هو كتاب مجموعة أجزاء يعني، فنقرأ فيه ولكن لا نستفيد الفائدة المرجوة، يعني لأن ما عندنا معاناة قلق، وفي نفس الوقت يعني نرجو أن لا يصيبنا شيء من القلق. يمكن جاء القلق بعد ما وكتب أيضا نادرة يعني في المكتبة يعني وميسرة، والتجاوب فيها مرحب فيه، لكن في الاستعارة ممنوع. ما كان في كتب ممنوعة وقتها؟ يمكن في كتب ممنوعات في الفلسفة وذا موجودة. موجودة كانت موجودة يعني. وقرأتوها؟ قرأتوها؟ والله يمكن هي جت بطريقة أو بأخرى. لأن تجي الظاهر شحنات كتب من بيروت وتشحن هذه الكتب، وما دامت الكتب للمكتبة الوطنية ما حد يقول يعني يعني يدقق أو شيء فيها يعني، ولا فيها دواوين يعني تحس انها يعني كيف دخلت وفيها كتب فعلا فلسفيه في الفلسفه العميقه كذا كيف دخلت. المهم انها، لكن بعد ما يكتشفون يمكن يسحبوها او شيء من هذا القبيل. وامتد شغفنا بالمكتبات طيله ايام دراستنا في المعاهد وفي الكليات يعني. وفي دار الكتب الوطنية لما يعني اندمجت مكتبة دخنة مع المكتبة دار الكتب الوطنية صرنا نذهب في أقصى شارع الوزير، صرنا نذهب إليها أيضا في فترتين، وكنا نسمع بكتاب أو كنت أسمع بكتاب قصة الفلسفة الويل ديورانت، فاهتممت اهتمام كبير، قلت ما دام هذا ما هو قصة الفلسفة قصة الحضارة، لأنه له كتاب قصة الحضارة وقصة الفلسفة. قصة الحضارة في حوالي 40 جزء، وقصة الفلسفة هي أصغر يعني مجلد واحد. فكنت صممت أن أقرأ في قصة الحضارة حتى تختصر علي الكتب الأخرى، يعني اللي يقرأ قصة الحضارة يقرأ قصة في الفلسفات في الأديان في المجتمعات في الحضارات المتعددة، يعني في كل ما يطلب هذا الإنسان، وفي الآداب آداب هذه الدول والشعوب، يعني هي قصة من 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 المراجع الكبرى. اختصرت عليك كثير يعني التي ترجمت، وكيف هذا العمل ترجم عن طريق جامعة الدول العربية. كان نشاط جامعة الدول العربية في ذلك العصر عصر ذهبي، وكان في مصر رجال علماء يعني محمد بدران وأحمد أمين وطه حسين والمجموعة هذول كلهم، قد وفيه معهد المعهد العربي في جامعة الدول العربية اسمه المعهد العربي، المعهد يعني العربي للترجمة. يعني بدأت تكتشف آفاق أخرى. إيه بدأنا ندخل في آفاق وعوالم مختلفة. صحيح. يعني ما شكلت لك يعني صدمة أو عن ما تدرسه في المعهد العلمي شيء مختلف تماما؟ لا يعني وجدنا أن اللي ندرسه في المعهد العلمي ما هو إلا يعني نصوص ومفاتيح، يعني النصوص هي مفاتيح أنك تقرأ في أشياء أخرى. يعني في المعهد العلمي ندرس النحو، ندرس الصرف، ندرس البلاغة، ندرس علوم اللسان، وبالإضافة إلى علوم العقيدة والأشياء هذه كلها. فهذه طبعا كانت يعني ما في شك أنها مهدت الطرق. لنلتقي إلى الضفة الثانية. اللي هي أي ضفة؟ أي ضفة؟ ضفة العلوم الأخرى يعني نقرأ فيها يعني.
يعني كنت تشاهد بن حمد الجاسر الله يرحمه في المكتبة؟ نعم كنت تشاهده. ايه صرنا نلتقي بأناس ما نفكر نلتقي فيهم يعني. نسمع بالشيخ الجاسر كعلم من أعلام المملكة الله يرحمه، وكان علم يعني هو من الناس المتميزين في علمهم وأخلاقهم وفضلهم على الثقافة العربية والصحافة، لأنه أول من نقل الصحافة إلى نجده، وهو أول من أنشأ المطابع في الرياض، وكانت مؤسسة اليمامة من أوائل المؤسسات التي أحدثت يعني. فرحت تسلمون عليه أنتم كشباب صغار، سلمتوا عليه؟ يسلم إيه، هو كان يضع غترته إيه، كان الله يرحمه هو متبسط يعني إيه. فلما يجي يجلس على في آخر الطاولة إيه؟ طاولة المطالعة إيه؟ طاولة المطالعة طويلة يجلس عليها الناس يقرؤون، وهو يجي في أول ما يوصل يجي على طول يلقي بالغترة على جنب ويطلب الكتب، كاتبها اسمها في ورقة ويعطيها الآذن ويحضرون له الكتب ويبدأ يأخذ منها، وما عنده وقت يعني. فإحنا لما نشوفه أنه بدأ يلبس الغترة إيه؟ يعني استعد للنهوض، نروح له ونسلم عليه ونتعرف عليه ونعرفه، واستمرت هذه العلاقة وأحببناه. صرت تزوره وتحضر مجلسه؟ صرنا نزوره وما انقطعت عن زيارته في بيته أبدا. بالإضافة إلى ذلك أنه هو درس الشيخ الجاسر، درس الشيخ راشد أقصد. إيه خالك. إيه الشيخ أي. الجاسر هو درس الشيخ راشد يعني أي. درس في الكلية يعني. طيب في المعهد العلمي، في المعهد العلمي في نفس المرحلة شاهدت الملك فيصل، زاركم الملك فيصل الله يرحمه. اي نعم. تذكرها؟ تذكر في المشهد الموقف؟ المشهد احنا كنا على ابواب نلتحق ننتقل الى الكليه، اي ف علمنا بان جلاله الملك فيصل الله يرحمه سيزور المعاهد والكليات في زياره رسميه يعني لهذه المعاهد، فتم اختيارنا مع مجموعة من الطلاب بأن نقف ونرحب بالملك فيصل حين قدومه داخل المبنى، داخل قبة المبنى يعني. فتفاجأنا بوصول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة، يصل قبل وصول الملك ويجلس بجوارنا، فوقعت أنظارنا عليه وحاولنا نسلم عليه، قالوا لا السلام بعدين يعني، الآن احنا في حالة انتظار لمجيء الملك يعني. وعندها وصل الملك وأتى وسلم على الشيخ محمد وقبل رأسه وامسك بيده، وذهبوا إلى الشرفة المعدة لجلوسهم يعني. ثم ألقى الشيخ محمد بن إبراهيم الله رحمه الله كلمة في التوحيد، و عرف بالتوحيد والشرك الأكبر والأصغر، وألقيت بعض القصائد وكلمة مدير المعهد، وانتهى الجمع بهذا الشكل يعني. طيب المرحلة أو الجامعة، الدراسة في الجامعة، أنت درست اللغة العربية؟ أنا شغفي كنت شغوف بالآداب العربية، كنت شغوف بالآداب وبالشعر، وأنا يعني قراءتي للشعر قراءة يعني عن شغف، وعن مو هواية نقول أي. وإنما عن تجذر يعني أي. يعني فعلا رسخت في ذاكرتي وفي ذهني أن أتجه للشعر والأدب العامي أيضا، والأدب طبعا الشعر العامي، قرأت في الشعر العامي؟ إيه الشعر العامي هذا شيء آخر يعني، أنا كنت أهتم بالشعر العامي أي. يعني اشتريت أكثر الدواوين في الشعر العامي، شعر حمدان الشويعر وديوان حمدان وديوان ابن لعبون والقاضي والويحان وعبد الله الويحان، مع اهتمامي الكبير بالويحان، وأنا أعتقد أن الويحان هو الشاعر والآخرون شعراء. فكنت يعني أحفظ للويحان كثير، ففي قصيدة مشهورة للويحان ألقاها في حفل افتتاح جامعة البترول، ومطلعها يا نجد يا ما في اسم الخبث والطيب، يا كثر لذتها ومكثر نكدها،
معشوقة جاها 30 خطيب كل خطبها مرعية ولدها ترى ولدها اللي هدي المصاعيب مبداح حيضان المنايا وردها ما حصل أوطان بهرج ومكاتيب ولا ظهر لم الطروش ونشدها خذها بحد المرهفات المحاديب من سلها عند اللوازم حمدها قصيدة رائعة والوحان طبعا معروف يعني بجزالته وشعره وعمقه فيعني يعجبني في الوحان الصور الجميلة فله بيت يردد على الأفواه معروف من أبياته يعني يمكن يعدل ديوان شعر الفصحى لما يقول والحنظلة لوهي على وادي النيل زادت مرارتها الزديمة مرارة هذا البيت من أجمل الأبيات يعني كأنه يعني من أروع من أروع ما أروع من بعض الأبيات الفصحى يعني أنت عندك موقف من الأدب العامي لاحقا بعدين صار عندك موقف ضده والله إيه أنا يعني على الرغم من يعني محبتي للشعر العامي وهم يسمونه الشعر النبطي أو الشعر أنا أعتبره الشعر العامي لأنه يكتب بالعامية يعني إيه؟ أنا موقفي من الشعر العامي ليس لأنه يعني شعر عامي ولكن خوفا على الفصحى بعدين الفصحى هي نشأت في هذه البلاد والمفروض أن وهي طبعا تجد العناية ما هذا أكيد لكن لما يهتم النشء بالعامية وتزداد النسب ازدياد كبير على أن يسمعوا قصيدة في الفصحى و تفتح الأغاني بشكل معمق وتجد أن الأغاني كلها تشدو بالعامية وهي طبعا لا يكون إلا عام يعني فطبعا أنا أقف من هذا الموقف يعني لأن المملكة هي مهد الفصحى ويجب أن تكون الفصحى هي الأولى جميل طيب وهي الأولى إن شاء الله بإذن الله في قصة نختم هنا قصة زواجك في الرياض لما جيت الرياض تزوجت مبكر يعني وانت أيه. لسه في المعهد أيه. إيش قصة الزواج إيه إحنا طبعاً تزوجنا يعني في المراحل المتوسطة يعني أصغر زوجين يعني أنا وأخي فأخي أكبر مني قالوا لي أهلي يعني خلها تزوج وبعدين نتزوج يعني قلت له يا أتزوج يا ما في زواج يعني فالمهم أن تزوجنا طبعاً من عائلتين كريمتين وبعد ذلك ذهبنا لأن الزواج في الخارج إيه؟ فرحنا بصحبة الشيخ راشد وبصحبة الشيخ محمد البواردي الله يرحمه إيه؟ ومحمد البواردي ما كان فيه مأذون أنكحة في ذلك الوقت ولا شيء إيه؟ فهو اللي صار المأذون وملكنا وتزوجنا إيه؟ وبعد ذلك أتحفنا الشيخ البواردي بأبيات رائعة فطبعا هو يقول زوجنا البنين على البنات كعوبات لعوبات عذارة يلهين التقي عن الصلاة فرحمه الله الله يرحمه طيب نختم محورنا هذا في قصيدة لك تختارها لنا في قصيدة يعني هي أنا جالي أحفاد يعني ايه؟ صغار الله يخليهم لك فكتبت هذه من وقت قريب يعني ايه؟ ورحبت بالأحفاد فكتبت هذه القصيدة يعني ف القصيدة حفيدي هم خالد وسلمى أبناء عبد العزيز أي سلمى عبد العزيز خالد عبد العزيز وسلمى قدومكما من الأنوار أسمى أخالد أنت في قلبي وسلمى سأهدي للبلابل جل شعري سأهدي للبلابل جل شعري سلافا من رحيق الشهد طعما دفنت قصائدي عاما فعاما أواعدها بأن الله أسمى فيرزق من يشاء بلا توان ويرزق من يشاء الخير نعما وها أنتم بساح الدار مثنى أعانق فيكم الأحلام دوما كأغنية ترافق خيل ظلي فأهديها من الأشواق لثما إلى أن أقول غريب كلما قمر دعاني أحس بحسنه في الليل سلمى
غريب كلما سيف بدالي أرى بطلا كخالد قد تسمى. الله صح لسانك، يستاهلون أكيد الحين بيبسطون. أستاذ خالد، نكمل حوارنا ومحطات حياتكم المتنقلة والعديدة أطلع في عمركم. بعد تخرجكم من الجامعة، جامعة الإمام، ذهبت إلى الدمام لعمل، يعني عملت سنتين، يعني صحيح. التجربة ما كانت طويلة. صحيح. عملت معلم. بعد تخرجنا صدرت قرارات، طبعا في كل سنة يصدر قرار جماعي للخريجين توزيعهم في مناطق المملكة، كان نصيبنا أن نكون في الدمام. طبعا رحبنا بذلك لأن الدمام طبعا مدينة وحلوة، وكنا نغير الجو زي ما يقولون، يعني ما ناقشنا ولا شيء. فذهبنا إلى الدمام والتحقنا بالمدرسة وتعرفنا على المجتمع الدمام، والتقينا بنخبة من الأساتذة العرب من جنسيات مختلفة. فكانت يعني مرحلة جدا خصبة ومفيدة، وطبعا فيها الطرف، وفي من ضمن هذه الطرف اللي حصلنا عليها كنا نجتمع في الأماسي في الليالي، ويكون فيه يسمونها دورية يعني، ونلتقي أحيانا في مدينة العمال. مدينة العمال يسمونها مدينة العمال في الدمام، هذه مدن تبنيها أرامكو لموظفيها، فنجتمع مع موظفين أرامكو. وإحنا جالسين على ذا هم يستعملوا الألفاظ الإنجليزية، يعني ألفوا سعوديين ألفوا اللغة مع أنهم لم يتخرجوا من مدارس ولا شيء، يعني هم سعوديين، يعني زملاء، يعني سعوديون هم، هي سعوديون يعني من مناطق المملكة، ومع ذلك تجده يتكلم اللغة الإنجليزية وبألفاظها ويستعملها كلها، وحتى يخاطب عياله يقول جبتي جيب الإيت. وانت يعني استغربتها شوي يعني لما فاستغربنا يعني شلون احنا ما تعودنا ما نسمع الشفانية. ما طولت في هذه التجربة. هذه كانت، والقصص طبعا لا تنتهي يعني في الدمام يعني. يمكن بعد الدمام رجعت الرياض فترة قصيرة ثم انتقلت إلى رأس الخيمة. نعم. وهذه تجربة مختلفة تماما، عملت مدير إذاعة رأس الخيمة، ويمكن هذا الكلام قبل انضمام رأس الخيمة للاتحاد. نعم. اتحاد الإمارات. في وقت كان الاتحاد بدايات الاتحاد. ولكن رأس الخيمة، إمارة رأس الخيمة لم تنضم إلى الاتحاد في أوله، وإنما انضمت لاحقا يعني لأسباب طبعا معروفة عند الجميع. فذهبت إلى رأس الخيمة. إيش القصة كذا؟ كيف تم ترشيحك للذهاب هناك؟ نعم، ترشيحك كيف صار للذهاب لرأس الخيمة؟ أي الترشيح، أنا أرسلت في البعثة، البعثة التعليمية السعودية، البعثة السعودية. البعثة هي كان في بعثة سعودية كبيرة يعني، وكان وفيه معهد علمي هناك أيضا، وفيه بعثات تابعة لوزارة المعارف ترسل بعثات سنوية في المدارس كإعانة يعني. تتحمل مسؤولية. تتحمل مسؤولية الدولة وتصرف على المدرسين وكل شيء. رواتبكم من السعودية. رواتبهم من المملكة يعني. رواتبهم من المملكة. فذهبت وفي زيارة للديوان كلفت بأن أداوم في دائرة الإعلام رأس الخيمة، وما ألتحق بالإدارة. أنا ذهبت كإداري طبعا، مو كمدرس يعني. فالتحقت بدائرة الإعلام. قابلت الشيخ أول شيء في البداية. ذهبت للديوان الأميري، الديوان الحاكم الشيخ صقر بن محمد القاسمي في رأس الخيمة، حاكم رأس الخيمة. فقيل لي بأن الشيخ كلف بأن يكون دوامك في الديوان، وبالإضافة إلى عملك في المجلة رأس الخيمة يعني. الإذاعة. ورأس والمجلة هذه كانت تصدر، وكنا في
أنا وأستاذ من سوريا اسمه أحمد التدمري، فإحنا اللي نعمل على إصدار هذه المجلة. طبعاً تجينا مقالات وتجينا وندققها وذا ونصدرها مبوبة في مواضيع متعددة يعني. فبعد فترة مين طويلة يمكن شهر أو كذا، كلفت بأن أتولى إدارة الإذاعة، إذاعة رأس الخيمة. فكانت الإذاعة هي صغيرة يعني فتية، لكن تأثيرها كبير، لأن المحطة كانت مبنية داخل البحر، هم أقاموا لسان داخل البحر مسافة كيلو، وركبوا الأجهزة المرسلات والأجهزة بحيث أن صوتها يعني يساعد البحر، المياه تساعد في إيصالها في إيه في نشر البث بشكل صافي وقوي. والدليل على ذلك أن نسمعها في الرياض بوضوح تام يعني كأن نسمع الـ FM. فطبعا عملت في هذه الإدارة، في إدارة الإذاعة، وصرت أعد أنا برامج في نقص في المواد كانت عندهم يعني مستودع، فمواد التنسيق يسمونها، فكان فيه نقص في المواد، فكنت أكتب برنامج صباحي ومسائي، صباح الخير ومساء الخير، ويقوم بإخراجه واحد مخرج من لبنان، وواحدة من تقرأ البرنامج هي مديرة رياض الأطفال في رأس الخيمة، اسم روضة عبد الله. فاستمر هذا الشيء بالإضافة إلى برنامج سياسي في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، يعني الساعة واحدة نقرأ برنامج سياسي حول نشاط القواسم ودورهم في الخليج العربي ودورهم في المحيط الهندي وأساطير القواسم، وكان لهم فعلا كان لهم دور كبير يعني، هم مشهورين بهذا الشيء يعني. فاستمريت في الإذاعة مدة 4 سنوات، وتعرفت على الكثير، وكنت أيضا يعني في اجتماعات مع المسؤولين في إعلام أبو ظبي وفي الأجهزة وفي إذاعة الشارقة. أيضا الشارقة عملت إذاعة بعد إذاعة رأس الخيمة، وكان في أيضا شو اسمه معارين سعوديين في إذاعة الشارقة، منهم محمد الرشيد والمجموعة ذولي، محمد الشعلان. أي محمد الرشيد. أي أنت طالبت أيضا بدعم إضافي لإذاعة رأس الخيمة. أي. أنت طالبت بدعم إضافي يعني. أي نعم. ف يعني شو اسمه الشيخ صقر قال ليش ما يجونا مذيعين، يعني الشارقة فيها مذيعين، هناك ليش ما يجونا من عندكم أنتم يعني. أي. يعني مذيعين السعوديين. أي السعوديين قريب مية من لهجتنا وكذا. فطبعا كتبوا للجهات الرسمية للوزير الإعلام في المملكة فرحبوا، وأرسل 2 مذيعين، واحد مخرج، واحد الإذاعة الأوروبية، البرنامج الأوروبي، وانطلقت. تذكر من أرسلوا الأسماء اللي جت؟ الأسماء أعرف أنا محمود أبو عبيد، ومنعم عبد المنعم بركات، وفي واحد قال الهاجري، فهد الهاجري من السعودية، ثاني ثالث. كان في منافسة بين الإذاعات طبعاً، إذاعات. إيه في منافسة شديدة يعني يعني في منافسة شديدة يعني أكيد، بس كان الجو حلو يعني، ما فيه تنافر ولا فيه شيء، كنا نجتمع إحنا مدراء الإذاعات في الشارقة، والشارقة مدير إذاعة من مصر، وهذا في أبو ظبي عبد الله النويس كان هو مدير الإذاعة يعني، وصار وزير أيضا إعلام. طيب لو أسألك أبو عبد العزيز، عدت بعدين للرياض، عملت فترة في وزارة التعليم العالي مساعدا للبعثات، وبعدين انتقلت لمحطة مختلفة تماما اللي هي محطة دمشق. نعم. لا هي مختلفة، بالعكس أنا كان المفروض دمشق هي محطتي الصح. عجبتك دمشق؟ حبيت؟ لا، لأن أنا دمشق في لها في ذهني مخزون يعني ثقافي رائع يعني. يعني دمشق هي عاصمة الأمويين،
وهي يعني منطلق الحضارة العربية ومنطلق العلوم العربية والفتوحات العربية. فدمشق كانت في ذهني أني أروح دمشق، مع أني أنا ما كنت أرغب يعني أروح أعمل خارج المملكة، لأن والدتي الله يرحمها يعني قالت يكفي رأس الخيمة والغربة هذه ما عاد تروح يعني. فصدر قراري في وزارة التعليم العالي وتفاجأت، فشو اسمه الدكتور الخويطر كان وزير التعليم العالي وأصدر القرار وقال ترى عيناك في دمشق يعني. فالخواطر لا ترد لا يرد قراره يعني. فطبعا الرجل يعني في منتهى اللطف يعني دعمني واكرمني بهذا الشيء يعني. قلت اروح انا اجرب، بدل ما اقول له ما اقدر اروح، ابى اروح فتره وبعدين. حتى قالوا لي قال اروح فتره وبعدين ممكن ترسل وتقول والله انا يعني صعب علي البقاء هنا كذا وترجع. فلما رحت وجلست لي فتره، الفترة الأولى كان فيه يعني عدم الرغبة، لما امتدت الفترة أكثر وأكثر حسرت أني يعني الرغبة صارت تزداد. ليش؟ لأني يعني التقيت بأناس كانوا في بالي في ذهني. أولا التقيت برجل من أروع ما رأيته من الرجال، عبد السلام العجيلي. هذا الرجل امتدت صحبتي به طيلة 15 سنة. الرجل هو ساكن في الرقة، في الرقة بعيدة يعني 400 كيلو عن دمشق، لكن ما يجي دمشق إلا يتصل ويكلم يقول نبي نشوف بعض فنلتقي عاد، إما في مطعم ولا في مكان ثاني ولا في البيت ولا في نلتقي يعني. أو في مكان نجتمع في يسمونه حديقة الجاحظ، هذه ملتقى لعدد من المثقفين، منهم صباح القباني أخو نزار قباني وهو كان سفير سوريا، وآغا القلعة الوزير الثقافة اللي كان نجتمع مجموعة هنا، وعبد السلام العجيري له مكانة مميزة. عبد السلام العجيري هو كان وزير خارجية في عهد شكري القوتلي، وكان وزير إعلام وكان وزير ثقافة وله مكانة كبيرة. الرجل ما جوازه السياسي لم يؤخذ من حتى وفاته يعني. يعني احتفظوا وهو مكرم من الجميع. الشيء الثاني انه ما يدخل في مشاكل سياسيه ولا في قضاء سياسيه ولا يطلب شيء لنفسه. لكن لما تساله عن حاله الوضع كذا يعطيك الراي. وانت يمكن التقيت ايضا بدوي الجبل وصار في موقف مع هذا بالنسبه للعجيل يعني، لكن ايضا التقيت بأناس ايضا كبار زي بدوي الجبل. ما كنت اظن التقي بدوي الجبل. بدوي الجبل شاعر نقرأ قصائده ونطرب لها يعني. بدوي الجبل أيضا التقيت به لكن في آخر عهده يعني، التقيت به يمكن أكثر من مرتين أو ثلاث يعني، وكان في حالة صعبة يعني. ولما سألت إيش اللي أوصله إلى هذا، هل هو يعني من الشيخوخة والكبر، قالوا لي لا، الرجل تعرض لحالة ضرب وضرب ضرب مبرح، ثم وجدوا في الشارع ملقى حتى أتى ناس وحملوه وذهبوا به إلى مستشفى المزة، وحتى لم يجد مكان للغرفة ينام فيها فوضعوه في الممر فترة أيام، وكاد يموت يعني من الإهمال يعني. فقالوا أن الرئيس بعدين علم واستنكر العملية وكيف حصل له هذا ليش يصير يعني ما أدري يحرك. فعرفت حقيقة الأمر بأنه غير مرضي عنه. ليش؟ هذا كلام أنا سمعته من أخته، أخت بدوي الجبل حكته لي بالضبط. قالت هو محمد كتب إهداء الديوان إلى جلالة الملك فيصل، وكتب إهداء رائع، وجابت للديوان نسخة من الديوان وقالت هذه الورقة هذه هي اللي يعني أوصلته لها النهاية، اسمها ملك العرب يعني. مع أن محمد الأحمد هو من كبار الشيوخ العلويين يعني، يعني هم يعني جده سليمان حاطين له نصب يعني في اللاذقية ويقدموا له القرابين يعني. ومحمد الأحمد يعني شخصية يعني أسرية كبيرة، وفي نفس الوقت شاعر رائع. فبدوي الجبل هو اللي وقف على قبر المعري وما ادري، قال اعمى تلفتت العصور
فما رأت عند الشموس كنوره اللماح، من بات يحمل في جوانحه الذرى هانت عليه أشعة المصباح. وكان طه حسين موجود مع ألف من الشخصيات في المجتمع العربي ومن ضمنهم الجواهري. فوقف طه حسين واقف وقال أنا أعطيك الدكتوراه على هذا البيت. الله. وصار يصفق له يعني. فآخر قصيدته هو ايش اسمه، هو يلوم المعري، يعني انت ليش ما تزوج، يعني ليش ما تزوجت. فكان ايش اسمه، المهم قال لو ذقت بعض شمائل التفاح، يقول انت ذق التفاح وبعدين احكم. طيب انت ابو عبد العزيز وجدت جو ثقافي يمكن، وبدات ايضا تمارس جمع كتاباتك، وبدأت تصدر بعض الدواوين، وبدأت تكتب عن الرياض وعن نجد، ويعني أشغلك شوي الحنين يمكن لنجد. نعم طبعاً انطلقت أنا حقيقة استفدت فائدة كبرى. أولاً العمل في دمشق أنت في وسط ثقافي يعج يعني ليلاً ونهاراً، وكلما كل يوم تلتقي إما في أمسية وبشعراء بأدباء بمثقفين. الأمر الثاني في سهولة الخدمات، فأنا لما أكتب مثلا بحث وأعطيه واحد مثلا في الاتحاد الكتاب، وهذا الواحد الموظف خريج لغة عربية ويكتب لك البحث ما يخطئ ولا يحتاج تصحيح، وإن بغيت يشكل لك شكل. فيعني مساعدة إلى بعد الحد يعني. فبدأت تعمل على إصداراتك. بدأت أكتب والسهولة هو مثلا أكتب مجموعة صفحات وأعطيها الناسخ ويطبعوها ويضبطوها بسرعة هائلة وبإتقان وشيء مريح يعني. وجدت أن العمل يمشي سلس بكل سهولة. إيش عملت أول ديوان عملته؟ أول شيء عملت نجد. أي. كتاب نجد، هذا كتاب بالنسبة لي يعني. أي. اللي هو هذا. اللي هو هذا الكتاب. نعم. هذا الكتاب يقع في 3 أجزاء وأكثر من 2000 صفحة، وجمعت فيه لأكثر من 340 شاعر اللي هم كتبوا عن نجد، يعني من الشعراء من الجاهلية والإسلام والأموي والعباسي إلى عصر النهضة. عصر النهضة ما يدخلون في العملية يعني، لأن عصر النهضة ناس كثيرين يعني. هذا الجزء الأول كله يعني فيه مقدمة وتقديم، وفيه دراسة تاريخية ودراسة جغرافية عن نجد. وبعد ذلك أخذ كل شاعر بما قال عن نجد وأكتب معلومات عن هذا الشاعر وحياته يعني. جميل. وأيضا لك ديوان الرياض العشق الأول، هذا أيضا أصدرته في سوريا. نعم. عن الرياض. يمكن موجود عندك الرياض العشق الأول. الرياض العشق الأول. الرياض العشق الأول هو الكتاب اللي جمعت فيه القصائد القديمة. قصائد القديمة، فأكثره قصيدة مثلا في الشيخ راشد، قصيدة في والدتي، قصيدة في رثاء والدي، يعني ما رثيت والدي في وقتها والأشياء، وقصائد أخرى يعني من قصائد في زمن يعني الشباب الأول، قصائد في. طيب تسمعنا شيء عن الرياض مثلا أو عن قصيدة الرياض؟ أقرأها لي على الغلاف. طيب. يعني مختصرة هي. هي القصيدة: مدي جناحك تيها وانتشي طربا، من قال إنك أخت المجد ما كذبا، ما مر طيفك في الأعماق يشعرها إلا وجن دمي بالشوق واصطخب، وإن أيت ولو حينا على مضض ضج الحنين وثارت مقلتي غضبا، وراح يشعل وجداني على مضض فكيف أطفئ فيه اللوم والعتب، يحيي صبا يا عبير منك منسكب، طاب العبير من العينين منسكبا، أنت الرياض جناح مد هامته نحو الذرى
وجناح عانق السحوبة. الله صح لسانك. والقصيدة طويلة طبعا. بعد هذه التجربة كم استمرت تجربتك في سوريا؟ 15 عام. ثم تقاعدت. هذه المحطة المحطة الأخيرة. محطة إيه. بس التقاعد ليس محطة يعني بمعنى المحطة ألقى عصا التسيار. هي محطة بالعكس. أنا أعتبرها محطة أنك تعيد النظر في الشوط الأول. ماذا تحقق؟ علاقتك مع الله، علاقتك مع مجتمعك، علاقتك مع أسرتك، علاقتك مع نفسك. فهي عملية مراجعة ومحاسبة. فالإنسان إذا استغلها استغلال الأمثل هو يسعد بهذه المحطة أكثر من سعادته بأي محطة أخرى يعني. لأنه يرجع ويمتن علاقته مع الله، يمتن علاقته مع أسرته، مع مجتمعه، مع عطائه وفكره، بحيث أن إحنا أكثر الدواوين يعني ما طبعت إلا في الرياض يعني بعد ما رجعت يعني. ف يعني ما في شك أن التقاعد أحياناً هو نعمة وليس نقمة يعني. لكنك وجدت نفسك بعد التقاعد أكثر. أنا وجدت نفسي في غاية السعادة. فإما أن أكون بين كتبي أو أكون في رحلة استطلاعية في لدول لم أذهب إليها من قبل، لأن العمل كان يحول دون ذلك، أو في رحلات أخرى في المملكة أو في أماكن أخرى. المهم أني دائما في محطات، في محطات وفي رحلات زمنية يعني. فيه مكتبتك هذه، يمكن هذه مختصرة المكتبة، أنت أهديت مجموعة من كتبك. أينا. يعني يمكن أبقيت عدد بسيط. أبقيت أنا عندما رجعت الرياض كانت غرف مليانة كتب. أهديتها لمين؟ أهديتها لدار الملك سلمان. مركز الملك سلمان. مركز الملك سلمان. وأهديت للجامعة الملك سعود يعني. بعضها يعني تخليت عن أكثر من 2000 أو 2000 كتاب يعني. جميل. أستاذ خالد، لو سألتك عن قصائد الرثاء. والله قصائد الرثاء أنا هم يقولون يعني من أجمل قصائدك هي الرثاء. أنا إذا يعني أردت أن أرثي يعني، إذا كان الفجيعة كبيرة علي يعني أتعذب بالرثاء. يتعبك؟ متعب. الرثاء يعني كل بيت شعر لازم تبكي معه يعني. في رثاء ابنتكم الكبيرة. في رثاء ابنتي يعني. فقدت ابنتك زبيدة. نعم. وكتبت قصيدة في رثاء الشيخ راشد. الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. نسمع شيء من الرثاء. والله لو تعذرني أنا ما يعني ما الرثاء عملية متعبة لي يعني. الله يعني كأني أكتبها من أول جديد. الرثاء هو أصدق الشعر. هو أصدق الشعر. الرثاء وأصدق الشعر. فش اسمه الناس يشتمون حافظ إبراهيم. وشوقي يقول إيش اسمها يقولون يرثي أو حافظ إبراهيم، حافظ إبراهيم يقول يقولون يرثي الراحلين، يقولون يرثي الراحلين وحسبهم. أملت عند الراحلين الجوازية، يقول هل الراحلين بيعطوني يعني إكرامية يعني. يقولون يرثي الراحلين وحسبهم، أأملت عند الراحلين الجوازية. يقول أنا أرثيهم رثاء يعني صادق يعني ما فيه. نصيحتك اليوم للمشاهدين ونصيحتك أيضا للشباب. والله الرسائل للشباب يعني كثرت، فالشباب يمكن ينفروا إذا أرسلنا لهم رسائل. فالشباب الآن الحمد لله يعني أصبحوا واعيين وأصبحوا يتعاملون مع الأجهزة التقنية بطريقة يعني مذهلة، إلى درجة أن نحن يا الجيل اللي قبلهم أصبحنا كأننا أميين يعني في التعليم يعني. هذا من ناحية التقنية يعني. فأنا أقول لهم يعني أنتم يعني لا تنسون نصيبكم من الدنيا، ولكن أيضا لا تنسون الجوانب الأخرى يعني. ف يعني اللي ماله أول
ما له آخر يعني. فالأصالة والتقيد بالتراث والبحث عن التراث والتمسك بالتراث في الجامعات وفي كل مكان وفي الصحافة وفي كل شيء يعني. لكن هي العلوم الطبيعية والعلوم التقنية مطلوبة أكيد، المجتمع لا يمكن أن يهض إلا بتحقيق هالأشياء كلها، لكن ليس معنى ذلك أن يترك هذا الجانب. فلما قامت الثورة مثلا الفرنسية تعالت الصيحات بأن تنبذ جميع التراث ويرمى، حتى الكتب المقدسة أرادوا يتخلوا عنها يعني. وهذا الشعر اللي يكتب هو شعر تهويمات شيطانية ما لها أساس يعني، وركزوا على العلوم الطبيعية. فالعلماء وهذا العالم الفرنسي الكبير فليز هو قال يعني أصدر كتابه لن أضع سيفي، وهو شاعر وروائي، والآن قالوا أن الرواية هي اللي تحل محل الشعر، والشعر لم يعود له أي حكاية، والرواية أقرب إلى العلوم الطبيعية ولا إلى أنها تسرد سرد ذاتي وسرد ما، والشعر عملية تهويمية. فهو رد عليهم بكتاب من أجمل الكتب وهو أشهر ناقد في أوروبا، فقال لن أضع سيفي، ثم تولاهم بسيفه وأسكتهم يعني. جميل، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء أستاذ خالد الخنين الشاعر والملحق الثقافي في سوريا سابقا. إذا تحب تضيف أي شيء أي، والله أنا يعني أي سؤال ما سألتك يا تحب؟ لا أنا أهديكم الشكر يعني بأن هذا النجاح اللي أنتم حققتموه في هذا البرنامج اللي قلت عنه بأنه رائع، وهو رائع فعلا، فيدل على أنكم إن شاء الله في طريق صحيح، وأنكم حملتم رسالة إعلامية جميلة، وستوفقون إن شاء الله. شكراً.